الوحدات الأمنية نصبت كمين لشخص وشدوه جايب شاحنة فيها الخضرة على أساس مش يدخلها الخضرة ذيك البير القصعة نورمالمون، فتبين فيما بعد أنه من فوق خضرة ومن لوطة تقريبا 83 كيلو تاع قنب هندي سوم المحجوز في حدود 3 مليارات. شو رأيك؟ والله شيء يندب له الجبين، معناها المواد الأساسية مفقودة والمواد المخدرة والممنوعة موجودة، معناها ما تجيش في أي عالم في أي دولة عربية ما تلقاش الهم هذا. بمختصر الكلام يعني فما لوبيات كبيرة قاعدة تلعب في البلاد، وربي يعينوا الرئيس على هذا، ايش باش مسكين ينظف واش باش ينظف هالدولة هذه بالله. اليوم باش نحكيو على حادثة غريبة شوية، للأسف تم حجز تقريبا 83 كيلو زطلة في كاميونة معدة نورمالمون باش يجيبوا بها الخضر تحت البصل داخل البير القصعة. ما نستغربوش الحدث هذا. ما استغربتش حسيت. ما استغربش ليه ما نستغربش. 83 كيلو. يا معلم برشا. في شكاير تحت البصل وتحت الخضرة وتحت الكل. فاقوا بها ولا ما فاقوا؟ شو شدوا؟ هي الحمد لله ليسونسيال خافوا على أولادنا وكاو. أما الحمد لله يعطيهم الصحة اللي شدوهم. هذاك ليسونسييل والله، لا قدر الله تدخل لبلادنا مع شبابنا مع الوضع هذا مع الناس الكل هاربه للبحر كلاهم، وينهم شبابنا هما اصلا مسكين والله وينهم؟ اما الحمد لله يعطيهم الصحه اللي شدوهم. اول حاجه نقولها حسبي الله ونعم الوكيل، هذيك كلها مضره لصغيراتنا ومستقبل صغيراتنا، وربي فضلنا الامن اللي هو قايم بحق بواجباته بالقدا بالقدا، ان شاء الله ربي يعطيهم القوه ونحن معاهم في كل حاجه كيفنا كي اللي باش تحمينا، وحده من اللي تحميني صغيراتي عندي صغار ونخاف عليهم من كل شيء. وش عندي ما اقول؟ الراي رايكم انتم، احنا ما نعرفوش، انا نتفرج وانا نتصنتوا كاهو شو انا ما من فوق بصلوا خضره؟ اي صح علي، القى الدنيا خاليه، عمل اذن فيها اخويا شو اللي تحب؟ ما عندكش حاجه اخرى تمشوا اللي باش تقولوا؟ هذه ناس هبلت والله كما اقول لك، ناس هبلت، ناس ظرفي فاميليات وشكون يعرف عليها، فهمت بنتي؟ يعني لعب ماست، فهمتني؟ لعب عشان يقولوها على ناس بكري، فهمت؟ شو يقول لك؟ ما عندي ما نقول لك، هبلوا ناس هبلت، فهمتني؟ الحرام ولا حلال، والحلال ولا حرام، ناس ما عادش خايفة حتى كيمشي على العجلة يقول ما يقولش باش يموت شوية آخر ولا، فهم؟ لا يبيع ما يموش، تعطيه الفلوس برك، شبيك رجلة تطيح ويقوم. رجلة بزنس، ناس تدبر في روسها، أكو فلان يخدم، أكو بزنس، هما مش عارفين شنو عقاب هذيك. أنا تهوجت فعلا، خاطر احنا بالنسبة لنا من العادة نعطفوا عليهم الناس الظلم وندافعوا عليهم في كل المجالات وفي كل المواقع. معناها وأنتوا تاح الفرصة باش نتحدثوا على الناس اللي تخدم بالطريقة هذه، هاو تبين يعني اللي يجيبوا في الخضرة، اللي يجيبوا في الخضرة. احنا نتحدثوا على جماعة الخضرة، اش دخلنا في الزطل؟ فهمتي ولا؟ هاك تشوفي شنو اللي يصير، شوف كيفاش البلاد اون كيلك سورت، انا ما نتصوروش راهو كان السيد هذا وشدوه لهنا في بير القصعة. في بير القصعة جاي من ولايه داخليه، ما شد في ولايه داخليه، نقولوا بار اكزومبل سيدي بوزيد، ما نتعدى على قداش قداش نحرس، تتصوري الوضعيه هذه وحده، معناها وصل البير القصعة وحده، تتصور يا السيد هذا البرنامج هذا بكله عامله وحده 83 كيلو زطلة، تصورها مجموعة ومجموعة كبيرة، نتصور الأمور منظمة برشا وربي يقدر خير. ياسر شيء كبير هذا، كل شيء بتتوقع في تونس تو حاليا كل شيء موجود. ما خافش الله يهدي، والله ماني فاهم ليش تخمر. قاعدين فما ناس تحب تفسد الشباب، والله قاعدين يحبوا يفسدوا الشباب يقضيوا عليه بأتم معنى الكلمة. حسبي الله ونعم الوكيل، في شكون يحب يوصل شبابنا للتهلكة وللضياع؟ يا البحر الشباب متاعنا يا يغرق في البحر يا يموت تحت وطأة الفساد هذايا متاع المخدرات، والله شيء عجيب. تسمع حاجات هكا شتقول انت؟ نقول فما ياسر تلاعب وفما ناس قاعدة تخدم في الممنوع برشا، وما فماش ردع الأمن قد ما عمل ونظف وباقي هالفساد هذا موجود، فما شيء أقوى من معناها أقوى من لازم بالحق والله.
مش نحكيه على كيلو اثنين عشرة، نحكيه على 83 كيلو، يعني ما يعادل 832 صفيحة متاع قنب هندي. والله نقوله معناها فما فساد كبير، فما تلاعب كبير، فما شيء يندب واحد عليه في هالبلاد هذية، انك تلقى هكايا وبرا شوف انت كيلو سكر ماكش خالط عليه باش تشريه من العطار. الناس وليت تقضي من ليبيا ومن الجزائر، تصوري نحن كمواطنين تونسيين ما عاش خالطين اصلا باش نشرب مواد اساسيه من تونس بصراحه. وشوفها المواد الممنوعه موجوده، شيء معناها يبهت وشبه للكذب اصلا. نتخيلها برشا بالحق، برشا برشا برشا، اما الحمد لله في نفس الوقت نقول الحمد لله. شكون الديوانه ولا شكون ولا الحرس الامن، الحمد لله ولا نشكرهم بيان بيان اللي هما شدوهم. نفرح كي يبدا امن نتاعنا موجود في حاجات كيما هذوما، نفرح برشا والله. عندك بعض المعلومات، السوم تقريبا الكلفه نتاعها في حدود 3 مليارات. طبعا السيد هذا جاي من ولايه داخليه وجايب الكمية هذه على أساس باش يدخلها البير القصعة، يحكي على الخضرة، ومن بعد باش يوصل المهمة متاعه ويسلمها للناس اللي يستناو فيه. طبعا قيمة المحجوز في حدود 3 مليارات، الأجرة متاعه هو أو تقريبا في حدود 50 مليون، يعني يوصل الكمية هذه يتحصل على 50 مليون، شو رأيك؟ والله 50 مليون على صحة صغيراتنا ما تسوى حتى شيء، لو كان جاوب بالحق يخافوا ربي. 50 مليون ما تعمل حتى شيء قدام صغيراتنا اللي حقيقة ولات نسبة نتاع المخدرات واستهلاك المخدرات كبيرة برشا برشا، هلكت صغيراتنا قد ما نحن ردوا بالنا. ولازم باش تتعدى الحكاية كيف نهكا، إذا كان جات عنده ضمير وإحساس وطني، أخويا بلادك وصغيراتك وبلادك قبل الفلوس وقبل الدنيا الكل. وثم حاجة أكثر حاجة، لا والله العظيم عن تجربة، لو كان يطبقوا القانون بالكدا ويطبقوا العقوبات بالكدا صدقني تتحسن البلاد، وبرشا عباد يخافوا، يخافوا من الحكايات هذوما، يخافوا لا يتوقفوا، يخافوا من الحكايات هذوما، وان شاء الله ربي يهدينا هكا. كل مش اكثر، كل مش اكثر، اي هذي 3 مليارات كي باش يبيعوهم راهو تولي تريبل ولا فوا 5 6 راهو. اي شكونهم هذوما؟ تويسه، تويسه قول منين جابوهم، منين خرجوهم، منين؟ ما الحمد لله هو ديجا حط في روحه يضحي بروحه وضحى بالدنيا، يقول لك ناخوهم هيا هك يا هك، ذاك شنو حط في مخه يا خرسات هك، يا خرسات هك، الحمد لله ارتحنا منه. واحد هذا في الالف ايش تقول له؟ عندك ما تقول يا بزنس مان لاباس عليه، 50 مليون ما يسكوت، فهمتني؟ ايه ما يهموش هو، حتى 20 مليون يحربها الدنيا، مش 2 مليون وما يخلي ما يعمل. ناس تعطيها الفلوس ما يهمهاش، ومتسنتين من بلايص اخرى، فهمتني؟ لكن 10 سنين راهي ما هي شويه، عايش بنتي العشر سنين اللي تعدات ما هي شويه، هذيك دخلت حمص مع الزبيب والزبيب مع الحمص، وشالت النار في البلاد، ولا الناس الكل يسمعوا يامنوه، فهمتني؟ مش يبيع ابوه، يبيع امه ورث بنتي كما اقول لك. يعني ناس دخلت وخرجت في الحلة، شو ما زاد ترجى منهم العباد هذا؟ أي معناها فما ناس قاعدة تبيع في رواحها ويشريوا في ضمائر الناس بالفلوس، طاغية ولات الفلوس، طاغية حتى على معناها الإنسانية والضمير والحاجات هذيا، ما عاد مفقودة ولت معناها شيء، والله شيء بهت والله، إنك تسمع يعني خبر كيما هذايا شيء، والله شيء يحزن أصلا. سي اون ريزون دو بلوس، الكلام اللي قلته صحيح، انهم الامور منظمه، خاطر اللي ياخذ لك اللي ايش معناه اوترومون، السيد هذا عارف روحه ايش يعمل وقادم على اللي يعمل فيه، على خاطر خلى وراه 50000 دينار لشكون؟ وراه عائلته ولا شيء؟ هو 50000 دينار، هو خلى وراه 50000 دينار الى عائلته ديزون، ولا لصاحبه ولا لصاحبته ولا لامه ولا البو ولا كل، معناها قادم على اللي يعمل فيه، فهمتي ولا؟ اوترومون الجماعه هذوما كافئوه يا ولدي، هاي 50000 دينار اون كا او ولا لا يقدر يصير لك حاجه، يا سيدي انت بالنسبه لك انت وانك ضمنت على حويجه، 50000 دينار بالنسبه لي تمثل 5 سنين خدمه او موين، انت تجي تحسب التونسي ما يصور 700 و800 التونسي العادي العدد ذي، ومليون ماكسيموم هكا ولا حد فيك على التونسي العادي ما هكا اللي صاير ولا لا؟ باه هو كي يحسبها 5 سنين ويعودوا الجماعه باش ما يفوتش عامين بار اكزومبل اون كا او ولا لا يقدر، وثم انا خاسر معك انا 83 كيلو راهي 3 مليارات راهو، انت راهو للي 100 عامين باش تخرج وعندي 50 مليون عائلتك تاكل وتشرب خير من اللي انت معاه، شنو؟ ما حد فيك على نيفو معين نتاع عباد هكا ولا لا؟
تغريهم ال 50,000 دينار. الفلوس تغري لدرجة أنه يدخل 832 صفيحة قنب هندي معناها؟ ثم نفوس ضعيفة، ثم نفوس ضعيفة تغريهم حتى أقل من 50 مليون، حتى مليون تغري، ثم نفوس ضعيفة تغريه بمليون، وثم شكون تعطيه مليارات العالم الكل ما يبدلش ما يبيعش بلاده ما يبيعش ولاده، خاطر كان يخمم هو اللي باش يصير لأولاد الناس لو نجم في نهار يصير له لأولاده، قلت لك مليارات العالم الكل ما تكفيش وما تغريش. أما لا غالبك ربي يهديهم وكهو. سؤالي ليك، لو الكمية هذه لا قدر الله ما تشدتش وما تمش التفطن لها وتوزعت، كارثة، كارثة كبيرة، كارثة كبيرة للصغيرات اللي مش فاهمينها، كارثة كبيرة كبيرة للصغيرات، هذيك موت، موت مستقبلية لصغيراتنا معناتها بطريقة واضحة. هذوك قاعدين يقتلوا في صغيراتنا، ما عادش نحكيوا على فلسطين وش يقتلوا فيهم، نحن نقتلوا في كبدات كأكبد وليداتنا، نحن نقتلوا في وليداتنا بالطريقة هذه، هم يقتلونا في وليدنا. أنا يكون ما نخافش من الأجنبي، نخاف اللي يقتل لي ولدي بالطريقة هذه بالسموم هذه، أنا نخاف منه أكثر من أكثر أكثر حاجة نخاف منه، حتى ذي موت لو لصغيراتنا، موت بطير لصغيراتنا. أكيد إذا كان نقولوا نحن نسبة 100% 50% باش يضعفوا من الصغيرات وباش يستهلكوا المخدرات هذوما 50%، مع الظروف اللي احنا عايشين فيها توا، مع الام تخدم البو يخدم، الاوقات ما ثماش فراغ باش تلاقي ولدك باش تراقبه، اكثر من 50% باش يمشيوا للثنيه هذه. ان شاء الله ربي يبقي يستر على بلادنا يا ربي، ونحن مع الامن ومع قيس سعيد ان شاء الله ربي يقويه والله، خاطر نتمنى واحدة من الناس عندي عندي راني عندي المعرس وعندي العازب وعندي الصغير احفادي مازالوا صغار، نحب مستقبل حفيد يكون نظيف وباهي وواضح ومحمي. الوحدات الامنيه نتاعهم ولا برافو، يعطيهم الصحه، ديما نفيقوا وديما حتى كي ندخلوا للفيسبوك ولا ديما نراو يعني في الاذاعه في التلفاز ديما نشكروا، ديما فما موجودين الحمد لله، كي جاء امن عنا هكا موجود في بلادنا والله نشكرهم، ونشكرهم الف 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 مره ولا من قلبي. انا نشكر الوحدات الامنيه بصفه عامه والحرس اللي ديما واقفين على في الطرقات في حامينا في الحاجات هذوما في الاجرامات في الدنيا كل، ولا الحمد لله كل ما كنا نسمع كيما هكا نفرح ونتمان والله ديما نتمان، حتى تو في بلادنا غزت برك الله موفمون كبيره برشا كرا موجود الامل، حتى سيفيل حتى لابسين اللبسه نتاعهم الزي نتاعهم، نقول الحمد لله موجود عنا امن وموجود نتمان، حتى في واحد يمشي ولي خايف والله ولي خايف، اما كرا الامن موجود بكثره نقول الحمد لله بلادنا امنه وتونس ديما بخير والحمد لله.